لك انت وزملائك. مجملين والله. باقي بعد واحده من ابو سليمان. يا لا 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 يا لا 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 وان جمعتنا وفرقتنا الليالي تبقى المحبة داخل قلوبنا تبقى المحلة لا 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 يا لا 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 تبقى المحبة داخل قلوبنا طلبت رب الله داعينه إجابة يجعل لنا مما يغيظ حجابة واللي بعدها يا صحح العقولة صلوا وحنا نصلي على الرسول وعلى رئيس المجلس عزيز الجنابة وكامل الأعضاء حضور وغيابة وداد ما يمشي وكون السحابة يا مرحبا ترحيبات من ضمير بحكيم مجلسنا واخونا الكبير بحكيم مجلسنا واخونا الكبير الشيخ ابو صالح يا الشيخ ابو صالح سعدنا كثيرا والحمد لله يوم زانت الامور يا جعل ما عانيت هجر وطهور والحمد لله واشكر السلامة وان شاء الله مع الترابايرة وإن شاء الله مع الترابايرة وإن شاء الله مع الترابايرة سلامتك مشكور يا أبو سليمان وجزاك الله خير ومشكورين الحاضرين الرجال أبو راشد غايب مثلي يا أخوي لكن أنتم لكم اليوم عليكم وصالح اسمع يا أبو حاتم لكم على نواجب تبون بالبيت ولا هنا أنا ما عاد عندي شيء حالحين كفيت ووفيت وعلومكم طيبة ما عاد بقي شيء ولكن لكم واجب تختارون متى أي وقت حتى والله نضيوه ونرعص قوره ومن عيال زايد بعد الشعار اللي فيهم خير ودنا أنهم شاهدون وشاركون يعلم الله تختارون الوقت اللي يناسبكم ولكم واجب سوى بالبيت الله يحييكم سوى في محلكم هنا بعد هذا شيء عايد لكم وشاكر ومقدر جهودكم والله يعينكم وفق الله الجميع يا اخواني كفو والله يا ابو صالح الله يسلمكم يا تراك مو اول مره تكرمنا كذا مره يا ابو صالح لكن احنا في مجلس واحد واسره واحده صحيح وش يقول وش يقول رعى المثل قال الخال تبي وش يقول حي الخال عمله